المغرب مرة ثانية وعبر القرار الصادر عن مجلس الأمن الأخير يبرز كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع. كيف ذلك؟ أولا عبر تأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه المقبول والدائم والواقعي. إذن هذه مسألة أولى كبرى بالنسبة إلينا، والحمد لله هذا الموقف ديال بلادنا أنه هذا النزاع من المفتعل ذي الطابع الإقليمي ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي متوافق عليه. وبالنسبة إلينا الأرضية ديال الحل هو الحكم الذاتي. لكن ثانيا هنالك عدد من الأمور التي تحققت على مستوى السياسة الأممية تجاه قضيتنا الوطنية، من ذلك أن الجزائر طرف، ولهذا يعني كما جاء في تقرير في القرار مجلس الأمن وفي تقرير الأمين العام يعني تكررت مرارا، ورد اسمها مرارا فيما يتعلق بالمائدة المستديرة أو أمور أخرى. هذا واحد شيء أساسي. في السابق قبل حوالي سنة في مارس من السنة الماضية كانت رسالة ملكية وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد على هذا الأمر، الحمد لله اليوم أصبح واقعا ملموسا. مائدة مستديرة تجري فيها محادثات و بأطراف، وهذه الأطراف تتضمن الجزائر على نفس المستوى الذي يوجد فيه المغرب، ونفس الدعوة توجه إليهما بالإضافة إلى موريتانيا والبوليزاريو. المسألة الثالثة التي من بعد مسألة حل سياسي والتنويه بجدية مقترح الحكم الذاتي ومسألة الجزائر كطرف، هنالك مسألة ثالثة وهامة وتتعلق بسقوط وهم سيطرة أو وجود مسؤولية للبوليزاريو على المنطقة شرق الجدار. اليوم هنالك بشكل واضح قرارات أممية حول انتهاكات البوليزاريو في المنطقة شرق الجدار، بعد أن كان تروج مقولات ثبت اليوم بأنها غير صحيحة من قبيل مقولة أراضي محررة. والآن البوليزاريو هي في وضعية الانضباط خلف الجزائر، الانضباط لهذه القرارات هي في وضعية العمل على الانضباط لهذه القرارات، وهي الآن في وضعية في مواجهة الأمم المتحدة وليس في مواجهة فقط المغرب بل أيضا الأمم المتحدة في الأمر. هنالك ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي تتم على مستوى المخيمات تندوف، يعني لا يمكن أن نتصور هروب منها من طرف البوليزاريو، هذا واحد الواقع الآن يتأكد. والتقرير ديال الأمين العام للأمم المتحدة تضمن معطيات دالة في هذا الأمر، ولهذا في الوقت الذي تتقدم فيه بلادنا بعد الاعتماد ديال القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتقدم فيه بلادنا على ترسيخ واحد الممارسات وآليات، ولهذا التنويه بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان لم يكن مسألة عادية، لكن في المقابل هنالك انتهاكات جسيمة، وهذا الأمر يعني كان موضوع بالنسبة كان موضوع نقاش على مستوى الأمم المتحدة، لأنه إذا تتبعتم التصريحات الأخيرة للرئيس بعثة المملكة المغربية بالأمم المتحدة السفير
عمر هلال، والذي دحض عدد من الأوهام المرتبطة بالقضية الوطنية، ومنها ما يتعلق بما يقع في المخيمات، حيث يتفاقم اليأس والإحباط وتتفاقم الانتهاكات اليوم التي هي موثقة بالصوت والصورة. والمنتظم الدولي معني باتخاذ قرارات تهم هذا الأمر. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.